صباح النور، صباح الخير مشاهدي قناة شوف تي في. مرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية من مدينة خريكا. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله يا رب. إذن فمرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية بشوارع عاصمة الفوسفات ودردشة صباحية مع أختكم نادية. كيبقى الموضوع ديال هذا الصباح، واش عندكم مراكز لإيواء الأشخاص بدون مأوى في مدينتكم، خصوصا في هذه الفترة من السنة اللي كيكون فيها البرد قارس. الكثير منا تيخرج تيشوف شي واحد أو شي وحدة ناعسة في الزنقة، كيبقى فيك اول سؤال كطرح تقول واش مسكين غادي يبقى في هذا البرد، واش حنا غنمشيو للدار، شوف حنا كيفاش لابسين وحاسين بالبرد، شوف حنا كندخلوا للدار وما بين كما كنقولوا ربعه ديال الحيوط ومغطيين ودفيان وكنحسوا بالبرد بعض المرات في الدار. كيفاش غينعس مسكين في هذا البرد؟ كيفاش هو ناعس والشتا كتصب عليه؟ لان لا حول له ولا قوه. هنا كتبقى المسؤوليه على المسؤولين، واش وفروا في المدن ديالكم مراكز لإيواء هاد الأشخاص اللي بدون مأوى ولا ما مسوقينش ليهم وما حاسينش بيهم؟ بالنسبة لمدينة خريبكة، بحكم أننا كما كتلاحظوا معنا تنخدم في مدينة خريبكة، كندير تغطية في مدينة خريبكة، فبالنسبة لمدينة خريبكة كاين واحد المركز صراحة اللي خدا واحد التحدي ديال اننا نقدروا نشوفوا صفر متشرد بعاصمه الفوسفات، خصوصا دائما كنسطر على في هذا الوقت او في هذه الفتره من السنه اللي كتكون اللي كيكون فيها الجو بارد بزاف. يعني كاين واحد المركز شرف عليه سيد العامل حتى كمل هذاك المركز، كاين واحد الجمعيه جمعيه ولاد البلاد، كاين يعني اخوات، يعني كل شيء واقف ومجند باش انهم يستقبلوا هاد الاشخاص واكلين شاربين دوشين منقيين ومعالجين، يعني جميع الحقوق ديالهم كتعطى لهم. افتخرنا صراحه بهاد المركز. بالليل تيخرجوا تيديروا بعد الدوريات بسيارات الإسعاف وبسيارة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تيدوروا فين ما لقاو شي واحد ناعس في الزنقة كيمشيو لعندو. لكن شحال من واحد تيقول لي ورا بصح كاين المركز ولكن راه كنشوفوا شي أشخاص ناعسين في الزنقة. هنا غادي نرجعوا نقولوا كلنا مسؤول. انا دابا الا شفت واحد ناعس في الزنقه شنو المهمه ديالي وشنو خاصني ندير باش نقدم ليه المساعده؟ انا كصحفيه غادي ننقل المعاناه ديالو للجهات المسؤوله، وغادي نشوفوا فعلا واش هذاك المركز غادي يخدمه وغادي يجي ويديه ولا ما يديهوش. هذا العمل ديالي كصحفيه باش ننقل لكم الواقع، واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش، ولا غير تيكذبوا علينا ولا هذاك الشيء غير كنشوفوه غير هضره. يعني هذا العمل ديالي كصحفيه، ملي كنلقى شي واحد بدون مأوى او متشرد في الزنقه ناعس فغادي نمشي وغادي نتناقش معاه وغادي نستاذن منه وغادي نقل المعاناه ديالو. كيفاش تنعس في الزنقه؟ واش كان بدارو؟ واش كان كاري؟ واش عنده عائله؟ وشنو الطلب ديالو؟ الا قال لي بغيت نمشي للمركز فاكيد غادي نصوره تحت الطلب ديالو وغادي نقل معاناته للمسؤولين وللمحسنين، وغادي ننتظروا نشوفوا واش فعلا يعني هذاك المركز غادي يجيو بالسياره ديالهم وغادي يديوه ولا ما غاديش يديوه. صراحه اكثر من مباشر شفنا التدخل العاجل. كذلك هذا كما قلت لكم العمل ديالي كصحفيه. بالنسبه علاش كنقول كلنا مسؤولون؟ لان كل واحد مسؤول من المكان ديالو. انت اخي اختي كنتي غادي تيبان لك واحد ناعس في الزنقه، ما فيها باس تهز التليفون ديالك الا كان داك المركز ديال ايواء لاشخاص بدون مأوى عندك في المدينه ديالك، كتتصل برقم الهاتف
كتتصل كتاخذ داك رقم الهاتف كتتصل بهذاك المركز كتعطيهم المعلومه واحد السيد ها هو ناعس هنايا في الزنقه الفلانيه قدام كتعطيه شي بلاصه اللي معروفه باش يجيو ليها ديريكت. بالنسبه لمدينه خريبك غادي نعطيكم رقم الهاتف احتفظوا به، هذا بعد اللي عرفت انايا بحكم العمل ديالي في مدينه خريبك. اتصلوا بهم وشوفوا واش غادي يجيو يديوهم يديوه ولا ما يديوهش. نحاول نقرا شويه التعليق ديالكم خوتي نتوما، واش في المدن ديالكم عندكم. انا هضرت لكم على مدينه خريبكا والطريقه ديال العمل في مدينه خريبكا، ونرجع نقول كلنا مسؤولون، لان تقدر المركز ما شافوش في ديك الدوريات اللي كيديروا، لان تقريبا حتى كيدخل كل شيء من بعد التسعود كيديروا واحد الدوريه تما عاد كيعرفوا كيمشيو لبعض النقاط السوداء اللي معروف كيمشيو يتدربوا فيها وينعسوا فيها الاشخاص اللي بدون ماوى. ولكن تقدر نتايا قدام دارك ولا في الشارع ديالكم ولا في الحي ديالكم راه ناعس واحد مسكين وشتا كتصب عليه خاطرك وقلبك كيتقطع عليه، ما صدتي ليه جهد، ما قدرتيش تدخلو لدارك، ما قدرتيش، ولكن خاطرك كيتقطع وقلبك كيتقطع عليه وبغيتيه حتى هو يدخل لواحد المكان اللي ياكل ويشرب ويدفى خصوصا مع برودات الطقس. كما قلت تربط الاتصال بالمركز وغادي نعطيكم رقم الهاتف ديال مدينه خريبكا او مركز مدينه خريبكا. نتمنى الساكنه ديال مدينه خريبكا يحتفظوا بهذا الرقم باش نرجعوا نقولوا كلنا مسؤولون. رقم الهاتف ديال المركز بقاو معايا ديال خريبكا 05 23 58 59 88. 05 23 58 59 88. إذا هذا هو رقم الهاتف ديال المركز ديال لإيواء الأشخاص بدون مأوى بمدينة خريبكا. دابا عاد غادي نتفاعل مع التعاليق ديالكم، قولوا لي المدن ديالكم كيفاش كيتعاملوا المسؤولين ديال المدينة ديالكم مع المتشردين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. غزلان أم يونس صباح الخير أختي نادية، صباح النور غزلان. الله يوفقك. أمين خويا حسن، الله يوفقنا ويوفقكم لكل ما فيه خير يا رب. إذا مرحبا بتعاليقكم وبآرائكم وبملاحظاتكم، كذلك حتى في مدينة خريبكا واش عندكم شي ملاحظة على المركز لإيواء الأشخاص بدون مأوى. نتمنى أن المتتبعين من مدينة خريبكا اللي عندهم شي ملاحظة على المركز ولا على التعامل مع الأشخاص بدون مأوى، واش سبق ليك اتصلتي بهم جاوبوك واش ما جاوبوكش، واش جاو واش ما جاوش. صالح السدراوي أهلا وسهلا خويا، كيف الجو اختي؟ الجو اليوم زوين غزلان، خرجي اليوم الجو لبسي عادي، الجو ما كاينش البرد بحال البارح. المشردون انفسهم يرفضون الايواء عرضهم البقاء بنفس الحال. نعم زوينه زوينه هذه الملاحظه اللي قال العربي، فعلا هذه ملاحظه جد جد مهمه فعلا. واتصلنا بالمركز ديال الايواء وانا شخصيا كذلك على حسب التغطيه ديالي، كاين بعض الناس كنلقاوهم ناعسين في الزنقه بدون ماوى، كنمشيو لعندهم سواء انا كما قلت كصحفيه باش نفهم المشكل اللي عندهم، وكذلك باش انني نربط الاتصال بالجهات المسؤوله باش يويوه تنقول ليه واش تبغي تمشي للمركز ديال الايواء، تيقول لي لا ما نمشيش. انت با ناعس في الزنقه راه البرد، لا لا ما نمشيش. واش تفضل تبقى في الزنقه وما تمشي؟ لا ما بغيتش انا نبقى في الزنقه، يعني تيفضل انه يبقى في الزنقه وما يمشيش للمركز. كذلك كاين بعض الناس من السكينه اللي كياخذوا البادره وكيتصلوا بالمسؤولين ديال المركز وكتخرج السياره ديالهم وتيجيو لعنده
ملي كيجي تيرفض انه يمشي، فما يمكنش يديوه بزز منه، تيقول لك ما نقدروش حنا نديوه بزز منه، ما عدا الا كان يعني مريض عقليا او نفسيا، فاكيد كيربطوا الاتصال بالجهات المسؤوله باش انهم يديوه للسبيطار. غزلان ام يونس راه كيمشي وانا ديال اختي الايواء وكيخرجوا ما كيبغيوش يبقاو. هنا يبقى السؤال، علاش ما كيبغيوش يبقاو؟ غادي هذا الشيء خاصني تفتح فيه تحقيق، او خصنا نفهموا علاش ما كيبغيوش يبقاو. حسب العلم ديالنا كنشوفوا قدامنا معامله طيبه معاهم، واش كيعاملوهم مزيان ولا ما تيعاملوهمش مزيان؟ شنو اللي تيخليهم ما كيبغيوش يبقاو في المركز؟ غزلان اشنو قلتي لي؟ قلبنا التعيينه وهربت مع بنيتها صغار، شي حاله غزلان؟ عاودي اكتبي لي غزلان الحاله اللي عندكم قلتي هرب قلبتوا عليها وهربت هي وبنيتها صغار. المهم هو اننا كنتمنى وصراحه كنتمنى المتتبعين انهم يقولوا لي بان في المدن ديالهم كاين مراكز، لان من العيب والعار ان نسمعوا مدينه من المدن المغربيه ما فيهاش مركز لايواء الاشخاص بدون ماوى. عيب وعار اننا نشوفوا مسؤولين ديال شي مدينه ما تيفكروش في هاد الناس هادو. من العيب والعار اننا ما نحسوش بهاد الناس اللي كينعسوا في الزنقه وتحت والشتا والبرد. ونرجع نقول مره اخرى كنهضر وكنركز على الفتره اللي في من السنه اللي كيكون فيها البرد اللي هي هادي. المهم يكون داك المركز ويكونوا مجهودات، وديك الساعه كيبقى القرار لهذاك الشخص اللي بدون ماوى واش بغى يمشي ولا ما بغاش يمشي. المهم غير يكون بعد داك المركز وتكون محاولات ديال انه يديوه. حاله اختي وكانت هربات عندها جوج بنات للاسف الشديد. دابا كاين فعلا بعض الناس ملي كتمشي كتقول لهم غتمشي للمركز تيهرب لك، كيهرب لك، كيبدل البلاصه باش انت ما دير معاه حتى شي محاوله، تيعرض نفسه للخطر والبرد والمرض والشتا تصب عليه وقلبنا حنا كيتقطع عليه. خاصنا نقدموا مساعده، خاصنا نشوفوا حتى هو في واحد المكان اللي هو مناسب ياخذ حقه في العلاج وفي الاكل وفي الشرب وفي الايواء. فاذا بك تلقاه هو معكس، هو ما باغيش الخير لراسه، ما كيخليكش تتعاونه. كاينين هاد الناس فعلا غزلان، كاينين هاد الناس اللي انت كتبغي تقدم ليه يد المساعده وهو تيرفض. كيخليك عاجز امامه. راه المركز اكثر من الزنقه، حيت فاش كيباتوا قدام الكاميرات هضره اخرى، ولا كاين في الواقع هضره اخرى. راه المركز يعني شكون اللي قال لي التعليق؟ الوفي لا ماشي الوفي، فاتني التعليق. المهم الاخ او الاخت فاتني شكون اللي كتب اللي قال بان المركز يعني لاحظتي بان زعما راه الهضره قدام الكاميرا ماشي هو الواقع. يعني هنايا كنتمناو الناس اللي دخلوا وخذوا تجربه في المركز يخرجوا يعاودوا لينا. الا ما بقيتيش في المركز خرج قول لينا علاش. انا كنوجه نداء للناس اللي عرفوني وعرفتهم مثلا، ولا درت معاهم التغطيه ديال انهم يكون التدخل ديال 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 المسؤولين ديال المركز ديال الايواء، وجاو داوهم فعلا امامنا كما قال الاخ قدام الكاميرا حاجه والواقع حاجه اخرى. حنا المهم قدام الكاميرا ولا امامنا شفنا حسن المعامله، شفنا الايواء، شفنا الحنان، شفنا الحقوق، شفنا بانهم كيتم النقل ديالهم للمركز، من بعد كيتم النقل ديالهم للمستشفى مباشره، كياخذوا يعني كيديروا لهم الراديو، كيديروا لهم تحليله، كيشوفوا بان الا كان خصو ياخذ العلاج كيبقى في المستشفى، كان خصو يمشي للمركز كيدوه للمركز. كيمشي للمركز اول حاجه كيدوش، هادشي اللي شفت انا قدام عيني وقدام كاميرتي كذلك.
كيدوش، كيلبس حوايج نقيين، كيمشي للناموسية ديالو اللي هي صراحة شي حاجة اللي هي نقية جديدة، ميديكال، المنطقة نقيين، دوش سخون، هادشي اللي شفنا قدامنا لا بالكاميرا ولا بلا كاميرا. اشنو كيوقع بلا منا نكونوا حنايا ولا ما شفناش حنايا؟ الله اعلم. اذا هنا شنو خاصنا اللي غادي يكشف لينا اشنو كيوقع؟ خاصنا الناس اللي تم الايواء ديالهم يحكيوا لينا. انا كنقول لكم مرحبا بكم، انا معاكم، احكيوا لينا اشنو كيوقع، كيفاش كيعاملوكم. احنا بعدا سمعنا من بعض الناس يقول لك مزيان، الا كاين شي حد اللي عنده بعض الملاحظات فمرحبا به، احنا معاه، نقلوا المعاناه ديالو، نقلوا الملاحظات ديالو للجهات المسؤوله. كان شي تعامل ولا كان شي تصرف ولا كان شي حق من حقوقك ما كتاخذوش، فنحاولوا اننا نسلطوا الضوء على هاد المشكل هذا. غزلان كتقول كاين ما سخون، نوامس، بلاكارات، كل شيء. نعم غزلان، يعني دخلتي المركز وشفتي كيفاش صراحة هاد الشيء اللي شفنا، وكيبقى تقليد علينا داك الشيء اللي شفنا كنقلوه. اشنو كيوقع ورانا؟ خص يجي هذاك الشخص اللي تم الايواء ديالو هو يحكي لينا، هو يحكي لينا وحنا معاه. العيب والعار الا ما نقلناش الواقع كما هو وكما غيجي على اللسان ديالو. فنحن لا نرمي احدا بالورود ولا نجامل احد، حنا كننقلوا الواقع كما هو. حتى الا ما كانش تما تعامل مزيان ولا نحاولوا نقلوه، نحاولوا نسلطوا عليه الضوء ونقولوا للمسؤولين الله يجازيكم بخير، راه الناس كتشكى من هذا ولا من هذا ولا من هذا ولا من هذا. وحتى هما راه غادي يزيدوا يحسنوا من العمل ديالهم. صراحه من نهار بدا المركز كان في الاول واحد المركز غير مؤقت في طيران العقرب في الملعب البلدي، كان غير مؤقت، والحمد لله غاديين وتيحسنوا من العمل ديالهم ومن العطاء ديالهم. حتى شفنا واحد المركز اللي هو صراحه في المستوى اللي شرف عليه السيد العامل، كذلك جمعيه ولاد البلاد واقفه على قدم وساق باش ان ترضي جميع وتعطي الحقوق لهاد الاشخاص هادو. اذا الا كاين شي ملاحظات نقدروا نوصلوها لهاد المسؤولين باش انهم يزيدوا يهتموا اكثر، احنا معاكم، احنا معاكم. راه ماشي حيت كنهضروا على هذا المركز صافي، راه كنقولوا داكشي اللي شفنا فليشهد الله، داكشي اللي شفنا لا بالكاميرا ديالنا ملي كندخلوا نصوروا شي حاجه تما ولا ملي كندير شي تغطيه لشي حاله ولا شي واحد متشرد كيفاش كيتعاملوا، ولا حتى ملي كنمشيو غير يعني غير كزياره عاديه، ربي شاهد علينا داكشي اللي شفنا قلنا كان شي حاجه في الخفاء وانتم عارفينها، نورونا. دخلنا والله العظيم ونقي بزاف، شهاده حق صراحه. ام يونس راكي شفتي تنتيا، كما قلت راه شهاده حق تنقولوها. خوتي في المراكز في المدن ديالكم واش كاين مراكز الايواء؟ واش المسؤولين ديال مدينتكم فكروا في هاد الناس؟ واش المسؤولين ديال مدينتكم كيدخلوا البيوت ديالهم بالشوفاج والمنط زوينين دافيين، ناموسيه، الباب كيتسد، ربعات الحيوط حامينهم، واش كيفكروا في هاد الاشخاص اللي كينعسوا في الزنقه، البرد عليهم والشتا عليهم، ولا ما مسوقينش ليهم؟ هنا كيبقى السؤال، لان صراحه المدينه اللي كتمشي ليها وتشوف بان المسؤولين ديالها كيفكروا في المواطن الضعيف، المواطن اللي لا حول له ولا قوه، تنقولوا لهذوك المسؤولين الله يوفقكم والله ينصركم والله يعاونكم ويوفقكم لكل ما فيه خير، ترفع لكم قبعه التقدير والاحترام. الا مشينا لشي مدينه كنلقاو انهم كيتجاهلوا راي هذاك المواطن وما حاسينش بهذ الاشخاص، انت واكل شارب ما كتحسش بالجيعان، انت مفرش مغطي ما كتحسش بالعريان، انت لابس ما كتحسش كما قلت بالعريان، انت مفرش ومغطي ما كتفكرش في هذاك اللي ناعس في الزنقه. فغادي نقولوا لك يا مسؤول، راجع نفسك وراجع تصرفاتك، وعرف بان تسندت لك مسؤوليه لازم عليك انك تقوم بها وتفكر باش انك توفر شي حاجه زوينه وتفكر في هاد المواطنين
وهاد الناس هادو وهاد الفئة هادي. دير وقفة مع راسك وغادي تعرف بأنك مفرط، وغادي تعرف بأنك غادي توقف أمام الله عز وجل، وغادي يوقف هذاك الشخص وغادي يقول لك كنتي انت مغطي، انا راه ما مغطيش، كنتي انت مفرش، انا ما مفرش، كنتي انت لابس جاكيت وتقاشر دافين، انا ما كنتش لابس وما كنتش دافيان، ما فكرتيش فيا وانت مسؤول، كيفاش غادي تجاوبوا؟ على الاقل فلتكون يعني بعض المجهودات ولو تكون بسيطه. نفكروا في هاد الناس. كنجدد الترحاب بكل متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية بمدينة أخريبكا. كانت هذه جولة صباحية بشوارع عاصمة الفوسفات وكذلك دردشة. فمثلا البارح درنا لقاء أو مباشر مع يوسف في العمر ديالو 26 سنة. 26 سنة كان كاري، مرة يخدم مرة ما يخدمش، كان كاري ب 6000 ريال 300 درهم بيت، مرة يخدم مرة ما يخدم. شنو تيخدم مسكين؟ تيخدم مرة قال كنهز الرملة مع المعلمين، مرة نخدم مع البناية، مرة يعني كيديباني باش يوفر داك الكرا ديالو ويلقى ياكل ويشرب. ما بقاش خدم، ما لقاش الخدمة، كيمشي الموقف ويرجع يطلب هذا، ما بقاتش الخدمة، ما لقاش باش يخلص الكرا، لقى راسو متشرد وكينعس في الزنقة. صبر اليوم وغدا وهاد السيمانة والسيمانة الماجية وهاد الشهر، لكن البارح كيمشي لنفس المكان تيلقى الفراش ديالو سرقوه ليه في هذيك البلاصه اللي كينعس فيها، ما بقاش فيها الفراش، اما هزوا ليه شي واحد من الاشخاص اللي بدون ماوى، اما الناس اللي ساكنين تمايا ما بغاوش، علاش كيبقى تما وحيدو داك الفراش؟ المهم الفراش اللي كينعس عليه ما بقاش لقاه، لقى راسو يعني اللي كان كيفرش مانطا ويتغطى مثلا بمانطا وكيموت بالبرد، لقى راسو بان البارح غادي يفرش الارض ويتغطى بالسماء. ربط بينا الاتصال وقال نقدوني من الشارع. هنا كتبقى مسؤوليه لحها عليا انا كصحفيه باش نقل المعاناه ديالو، انقذيني من الشارع. اكيد درنا معاه المباشر، حكى لنا المعاناه ديالو والطلب ديالو. كان عنده جوج ديال الطلبات للجهات المسؤوله. اول طلب حاليا وفي هذه اللحظه، اويوني قوموا بالايواء ديالي، ديوني للمركز ديال الايواء باش نخرج من الزنقه، ناكل نشرب نفرش ونتغطى. هذا هو الطلب ديالو الاول، وهذا حق من الحقوق ديالو. والطلب الثاني هو قال كنتمنى من المسؤولين، راني نشتهم ماشي مره ماشي جوج، راني عندي واحد الحلم واحد الامنيه، هو انني نهز الشطابه ونشطب مدينتي ونساهم في نظافة مدينتي. بغيت نخدم عامل نظافة، بغيت نخدم عامل نظافة، يا مسؤولين خذوا بيدي نخدم عامل نظافة، وهاد الخدمة كنحبها يعني غادي نعطي فيها، قالك نخدم ليل ونهار لأن كنحب هاد العمل. جربوني ما عجبتكمش جريو عليا، طلب يعني باش أنه يخدم عامل نظافة ويجي الرسالة ديالو للمسؤولين. قال الا انا خدمت اول حاجه غنحس براسي بانني كندير شي حاجه، نفسيتي ترتاح تبقاش مهزوزه، في نفس الوقت غادي نوفر ماكلتي وشرابي ومشي نرجع نكري مره اخرى بيت، وما نبقاش انا في المركز ديال الايواء، انا نخلي المركز ديال الايواء للناس اللي ما عندهم صحه، الناس اللي ما قادرين شي يخدموا الناس. اما انا قال لك انا شاب عندي صحتي وباغي نخدم، وفروا لي العمل اللي هو عامل نظافه، ما نبقاش عندكم في المركز، في نفس الوقت غادي تشوفوا كيفاش غادي نأدي العمل ديالي. صراحة الطلب الأول تنفذ، جاه اللي هو من الحقوق ديالو. الآن يوسف البارح يوسف بات في مركز إيواء الأشخاص بدون مأوى، بات في المركز يعني دفيان ما بقاش في الزنقة. بقى الطلب الثاني اللي كيشوفوا حل الحياة ديالو باش أنها تكون أحسن،
نطلب الله عز وجل من المسؤولين انهم يشوفوا من حاله ويلبيوا النداء ديالو باش يتنقذ هذا الشاب ان شاء الله، ويقدر انه يهز راسه لا من الايواء ديالو ولا من ماكلته ولا من شرابه، ولا كذلك انه يخدم المدينه ديالو كعامل نظافه، لان كيحب هذا العمل واكيد غادي يعطي فيه. اي واحد كيحب شي عمل تيعطي فيه، يعني كتسخر نفسك لذاك العمل، كتعطي من وقتك من صحتك، من يعني الا كنتي كتحب ذاك العمل. فهذاك الشخص لمسنا فيه انه كيحب هذاك باش يكون عامل نظافه ويفتخر. الله يحقق لي هذه الامنيه، ونتمنوا الرساله ديالو توصل للجهات المسؤوله. خذوا بيديه، غادي نقدوا شاب ان شاء الله، وممكن انه يتزوج ويدير وليدات بهذاك العمل، وما غاديش يبقى في المركز، وما غاديش نعاودوا نشوفوه في الشارع. شي حاجه اللي هي بسيطه ماشي صعيبه، خاص غير المسؤولين ياخذوا الطلب ديالو بعين الاعتبار، وغادي تكونوا نقدتوه. اما حسن هاد الشخص هذا ويناه اليوم وغدا وبعده، ولكن في نفس الوقت عطيناه الشطابه يعني باش يخدم عامل نظافه وخرجناه يخدم، اول حاجه ما غيبقاش عندك في المركز، غادي يخوي لك داك البياص لواحد اخر اللي غادي يحتاجه، غادي يمشي يكري يهز راسه. في نفس الوقت كذلك غادي يحس براسه بانه مواطن صالح، في نفس الوقت غادي النفسيه ديالو ترتاح، ويقدر يفتح بيت ويدير وليدات. وحنا ساعدنا واحد الشخص او واحد الشاب اللي في العمر ديالو 26 سنه، ونقدناه من الشارع، وفي نفس الوقت عطيناه واحد الخدمه باش يقدر يفتح بيت حتى هو ويكون اسره. هذه هي المسؤوليه اللي بغينا كاع المسؤولين يحسوا بها، كيفاش نقدوا الشباب من الضياع، كيفاش نقدوا الشباب من التشرد، كيفاش نقدوا الشباب من البليات اللي كنشوفوه واقف في راس الدرب شاد البوطو لا يطيح، وتلقى عاطيه المخدرات. هذاك الشخص حتى هو راه صالح، مواطن صالح في المجتمع. الا انت كمسؤول مديتي ليه يدك وعطيتيه شي حاجه ودرتي ليه واحد الدفعه باش يقدر يخدم ويكون راسو، وتقول ليه انت خصك تبعد من هذا الشيء، انت مواطن صالح وغادي تقدر ديرو 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 دير له تكوين. انقذوا ما يمكن انقاذه. مشاهدينا صباحكم مبروك، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنطلب الله عز وجل الله يسترنا في الدنيا وفي الاخره، لهلا يوصل شي مسلم انه ينعس في الشارع، وحتى اللي ناعس في الشارع ناخذ بيديه. كلنا مسؤولون، ماشي غير هذاك حيت مسؤول، لا كلنا مسؤولون. نضل نطالب على قبل هذاك المواطن اللي ناعس في الزنقه، ما يمكن ليش نشوف واحد ناعس في الزنقه ونمشي انا ندخل لداري ونسد الباب ديالي، واش الضمير ديالي يرتاح؟ لا يمكن. اما نبقى معاه حتى نوصلوا للمكان ديالو المناسب، اما نجرب نعس معاه ولو ليله وحده، نعس حداه ونجرب ونضمن معاه. مشاهدينا دمتم في رعايه الله، جمعه مباركه للجميع، نتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر.